يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في إقامة الحجة على من تسمى بالإسلام ولكنه يستغيث بالقبور ويشرك شركا أكبر؟ هل يكفي سماعه للقرآن أم علمه؟ إذا كان عربيا يفهم اللغة العربية فيكفي سماعه للقرآن، أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أما إذا كان أعجميا ولا يفهم اللغة العربية فهذا لابد أن يبين له معنى القرآن، ولذلك ترجموا تفسير القرآن، تراجم الآن موجودة لمعاني القرآن للأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية. نعم.